السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله في الكلام على أصول الفقه، كتاب المنهاج للإمام البيضاوي في الأدلة المختلف فيها. قال الكتاب السادس في التعادل والتراجيح، كلام على التعادل الذي يقصد به التعارض كما سيأتي. قال في التعادل والتراجيح، وفيه أبواب. الأول في تعادل الأمارتين في نفس الأمر، منعه الكرخي وجوزه قوم، وحينئذ فالتخير عند القاضي وأبي علي وابنه، والتساقط عند بعض الفقهاء، فلو حكم القاضي بإحديهما مرة لم يحكم بالأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تقضي في شيء واحد بحكمين مختلفين. هذا الحديث كما قال الذهبي قال أنه لا يعرفه. هذا حديث، هذا ليس بحديث، الحق أنه لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له. الكلام هنا كلام على أكثر من مسألة، والكلام على تعادل الأمارتين، وهو الكلام على التعارض. التعادل في اللغة هو التساوي. التعادل في اللغة بمعنى التساوي، عدل الشيء بالكسر معناه أنه يساويه في الجنس أو في المقدار. والأكثر وأما التعارض لغة هو التمانع، هو التمانع. وأكثر الأصوليين يطلقون على التعارض التمانع، وأصل التعارض أصوليا هو مقابلة الدليلين على سبيل التمانع، مقابلة الدليلين على سبيل التمانع. وأغلب الأصوليين يطلقون التعادل على التعارض، واختلف وخالف في ذلك بعض الحنابلة، فيرى الفرق بين التعادل وبين التعارض، يرى بأن التعارض هو تقابل الدليلين على سبيل التمانع كالحل والحرمة. يعني إذا قلنا قال الله جل في علاه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيأتي قوم يقولون: من ذبح ولم يسمي الله جل في علاه فهو جائز، وقوم يقولون هو حرام. هي مسألة فقهية مشهورة، ولكن احنا بنضرب بها مثلا على الدليل. قال: ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه. فالتوجيه وفهم الآية بنفسها أعطى خلافا فقهيا بين العلماء، لكننا نضرب المثل على هذا. فيأتينا قوم يقولون يجوز الأكل من الذبيحة وإن لم يسمي، طبعا الكلام على المسلم، يجوز الأكل من الذبيحة عند المسلم الذي ذبح وإسلامه هو يكفيه في هذه الذبيحة، وقوم يقولون حرام. وطبعا في قول آخر بالتفصيل الذين يفرقون به بين العمد والنسيان. لست بصدد المسألة الفقهية، أنا أضرب مثلا ليظهر الكلام. قال: هو تعارض الدليلين على سبيل التمانع، جائز حرام، وجائز هذا على سبيل التمانع هنا الآن. قال: هذا هو التعارض. أما التعادل هو مطلق التساوي، أو التساوي المطلق. التعادل هو التساوي المطلق، ففرق بينهما. وأغلب الأصوليين يجعلون التعادل كالتعارض، أو هم يعبرون عن التعارض بالتعادل. والتعادل يكون القسم فيه، يكون التعادل بين قطعيين، بين ظنيين، بين قطعي وظني. تعادل لا يخلو من واحدة من الثلاث: بين قطعيين، بين ظنيين، بين قطعي وظني. وإذا قلنا بين القطعيين، قال جمهور الأصوليين قالوا بأن
التعادل بين القطعيين المتنافيين غير موجود، ممتنع، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الكلام على الترجيح، ممتنع أن يكون التعارض بين القطعيين، وجمهور الأصوليين على ذلك أنه يمتنع. وقال بعض العلماء قد يجوز أو هو جائز عقلا بأن يكون التعارض بين القطعيين. طبعا هذه فيها توجيه كما سنبينه الأول، لأننا لابد أن نقف وقفة مع مسألة التعارض، وهل التعارض في حقيقة أم لا، والمسألة هل في ذهن المجتهد أم هي في الواقع، وتفصيله يأتي إن شاء الله. الغرض المقصود بأن التعارض بين القطعيين جمهور الأصوليين يمنعون ذلك، وقد قال بعض العلماء أنه جائز، ويمثلون لذلك بقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه في قول الله جل في علاه: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم على العموم، كل ملك اليمين. وهذه يندرج تحتها الكلام على الأختين، أن يجمع بين الأختين بملك اليمين. وفي قول الله جل في علاه: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لما سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، أحلتهما آية وحرمتهما آية. فهذا تمثيل للكلام على مسألة التعارض بين القطعيين، وجوزه كما قلنا بعض العلماء. وأما بالنسبة ولذلك الذين قالوا بالجواز، قالوا بأن الكلام على الحصر في التعارض بين الظنيين فقد تحكم فيه تحكم، فالقول فإذا القسم على ثلاثة: القول بالتعارض بين القطعيين، والتعارض بين القطعي والظني. والحق بأن التعارض بين القطعي والظني غير موجود. لما؟ لأنه لا تعارض. لو ظاهر التعارض بين القطعي والظني، فالقطعي يقدم على الظن، القطعي يقدم على الظن، لأن القطعي أقوى من الظني فيقدم، كالقول الذي يقدم على الفعل. هذه سيأتي تفصيلها في مسألة الترجيح. فإذا القطع يقدم على الظن فلا تعارض. وأما بين الظنيين فهذا الذي وافق عليه العلماء باتفاق، بأنه يقع التعادل بين الظنيين. لكن لابد أن أشير، يعني لا يمنعني أن أشير إلى أن أقول مسألة التعادل أو التعارض بين الظنيين، يعني الخلاف بين العلماء كبير في مسألة هو في الذهن فقط أم في الواقع، وهل يجوز عقلا ولا يقع شرعا. فهذا الذي اختلف فيه العلماء، التعادل بين الأمارتين في الأذهان. فصحيح يعني في نفس المجتهد، يعني أن يكون في تعارض في ظن المجتهد في نظر المجتهد، هذا واقع، نعم هذا صحيح، والأدلة على ذلك كثيرة جدا في هذا الباب. لما يقول للمسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا بغائط، ويأتي ابن عمر يقول: رأيت المسلم يستدبر ويستقبل، وجابر يقول: رأيت المسلم يستقبل الكعبة، يبول ويستقبل الكعبة ويستدبر بيت المقدس. الغرض المقصود هو واقع، نعم واقع في هذا الباب في ذهن المجتهد في نظر المجتهد، نعم، لأن الأصل أنه لا تعارض بين الأدلة، لأنها خرجت من مشكاة واحدة، قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن لو قلنا بوقوع هذا التعارض لازمه وصف الله بالنقص بعدم العلم، حاشا لله، لأنه لا يقع التعارض إلا عن عدم علم. فلذلك لا يصح بحال من الأحوال أن نقول ليس أدبا مع الشرع أن نقول هناك تعارض، المسألة في الذهن يعني في نفس المجتهد في نظر المجتهد، فهو واقع. هذا باتفاق أن التعادل يعني التعارض بين الأمرتين في الذهن، نعم. وأما في نفس الأمر، يعني في نفس المسألة في نفس الشيء، يأتي دليلان متعارضان، قال: فمنعه الكرخي
والإمام أحمد. طبعا منعه القرخي والإمام أحمد، وأيضا هذا قول الشافعي في الرسالة، هذا قول الشافعي وجمع غفير من الشافعي، بل نسبه بعض العلماء إلى جماهير الأصوليين، أنه يقع في نفس المجتهد في الذهن نعم، لكن في الواقع فإنه أما في نفس الأمر فلا يقع بحال من الأحوال عند جمهرة من الأصوليين. وكما قلنا قاله الكرخي وأيضا الإمام أحمد، وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي وجم غفير من الشافعية، وجوزه بعض العلماء، وإن كان الإمام الآمدي نسبه لأكثر الفقهاء، الإمام الآدمي نسبه للكثير من الفقهاء، وكما قلنا ليس بكثير، لأن الكلام في التخصص هنا أكثر الأصولين يقولون بمنعه. والغزالي فصل في القول، الإمام الغزالي فصل في القول، قال المسألة في مسألة التعارض، المسألة دائرة على أصل أصيل، وهو كل مجتهد مصيب أو غير مصيب. قال المسألة هي تدور على هذا الأمر المهم، هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ طبعا الغزالي وتلميذه أبو بكر بن العربي يتبنيان بأن كل مجتهد مصيب، يتبنيان أن كل مجتهد مصيب، ليست المسألة على التفصيل فيما نفصله بأن كل مجتهد مصيب حق وباطل، كل مجتهد مصيب الأجر نعم هذا باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر، كل مجتهد مصيب الأجر نعم هذا حق باتفاق، أما مصيب الحق بعينه هنا الإمام الغزالي يقول نعم، وهو يحتج على ذلك، وهذه قضية من الأهمية بمكان، لأن سيكون فيها مسألة الاختيار في سؤال القاضي كما بيّن هو وسؤال المفتي، وطبعا أيضا سيكون المسألة يعني عوار هذه المسألة وخيمة وخيمة، سأبينها الآن إن شاء الله حتى أتعجل بها لأنها من الأهمية بمكان. أقول وهو يحتج بذلك بقصة بني قريظة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فقام قوم فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من أجل أن يجعل الهمة عندنا عالية فنذهب هناك في هذا التوقيت، لكن لا تطيع علينا الصلاة فصلوا في الطريق. وآخرون قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلين العصر إلا في بني قريظة فنصلي في بني قريظة، فلما نقل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد من الطائفتين، قالوا إذن كل مجتهد هنا مصيب، والحق بأن عندنا أدلة محكمة على أنه لا يمكن أن يقال بأن كل مجتهد مصيب، والأدلة المحكمة هذه عندنا منها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فصل الخطاب كما قال الشنقيطي في هذا الباب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب، صرح بالإصابة وبالخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذه محكمات تبين لنا بأنه لا يصح أن يقال كل مجتهد مصيب. طب ماذا عما استدل به الإمام الغزالي بأن كل مجتهد مصيب؟ لأني أقول بأنني أوافق على هذا القول في مسائل، ولذلك حتى ترى بعض العلماء في هذه المسألة عندما مثل بمسألة ليست في النزاع كما سأبين الآن، لكن أريد من الإخوة الإجابة عن هذا الإشكال. الإخوة هنا في الجامعة، الإخوة هنا، لا هنا يعجبونك جدا يعني طلبة علم حق، هو مصيب الأجر نعم، أنا أريد الرد على الإشكال، هم الآن يحتجون بأن مسلم لم ينكر على أحد الطائفتين صحيح، هؤلاء صلوا في الطريق وهؤلاء صلوا في تنفيذ أمر مسلم في بني قريظة. صبرا نشوف من عندهم وبعدين إن لم يكن فعندكم أنتم، يعني أنا سأرجع لكم عندما أرى أنهم يعني ما أنت ستجيب سأردد إجابتك فيسمعوا. أين الإجابة؟
لكنه بين الطائفة المصيبة كيف بشار جزيت الجنة، كيف بين الطائفة المصيبة. نعم احنا خلاص بينا ان الحق لا يتعدد لكن لا تثريب على المجتهد. انتم فهمتم السؤال ام لا؟ قول سلم لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة، منهم من قال هذا كان من باب الحض التحضيض، من باب علو الهمة حتى نصل الى بني قريظة في اسرع وقت، صحيح؟ قال لمن أصبتم السنة يا بشار؟ ائتني بالرواية جزاك الله خير، جزيت الجنة، ائتني بالرواية. قال لمن أصبتم السنة؟ ائتني بالرواية. يا أستاذ أحمد عبد الحميد، ما عندك إن كانت نهية أو نافية؟ لو نافية تكون خبر بمعنى الإنشاء. يعني ما في شيء منها. نعم. أجيبوني سريعا، أجي الدرس هنا. مسألة هذه مسألة شائكة ومسألة طيبة، لكن أنا يعني صراحة للفائدة سنأخذ بعد هذا في المسجد، ولو أنتم أردتم أن تستمعوا له سنأخذ الورقات فيها التعارض والترجيح، يفيدكم جدا لأن هذا المنطق يغلب عليه. عندك الإجابة؟ لحظة ما نشوف. هات الرواية بشار، هات الرواية رجاء، هات الرواية بتخريج، هات الرواية. طيب هو عامة أنا أدين الله بأن الحق لا يتعدد وأن الحق واحد، ولكن في كلامهم على مسألة لا يصلن أحدكم العصر في بني قريظة بأن مسلم لم ينكر لأنه لا إنكار على المجتهد. مسلم لم ينكر لأنه لا إنكار على المجتهد، هم قالوا ذلك خلفان، لم ينكر لأنه لا إنكار على المجتهد بنص كلام مسلم بأنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والحق فأن قصة بني قريظة هناك طائفة أصابت وطائفة أخطأت وطائفة أخطأ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه لا إنكار على المجتهد، لا إنكار على المجتهد. والصحيح بأن الذين أصابوا هم الذين صلوا العصر في بني قريظة ليس في الطريق. نعم، الذين أصابوا هم الذين صلوا العصر في بني قريظة. لما؟ المسألة هنا ينظر فيها، قد تعارض الظاهر والمعنى، قد تعارض الظاهر والمعنى، فالظاهر نص طيب والمعنى اجتهاد، ودائما الأسلم أن تبقى مع النص وتنزل المظنة منزلة المئنة، وتنزل المظنة منزلة المئنة، ولأنك في كل أحوالك قد أصبت ما قاله ابن سلم، فإن صليت حتى خارج الوقت فأمر النبي سبق لك ولك العذر. فهذا هو، فلذلك أنت ترى دائما إذا وجدت أمرا فيه إمعان نظر واجتهاد ووجدت نصا إياك والاجتهاد، إياك. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فهذا الأصل. فلذلك نحن نقول هو التمسك عند الإمام الغزالي بهذه القصة أن السلام يعني هو فهم من عدم الإنكار تصويب الطائفتين، هو فهم من عدم الإنكار تصويب الطائفتين، وهذا خطأ بين، وهذا خطأ بين، لأن السلام لم ينكر لأن المجتهد لا ينكر عليه، المجتهد يدور بين أجرين وأجر، ولكن لابد من إظهار الصواب. فاتباع النص هو الأولى في ذلك ردا على ما قاله الإمام الغزالي. فإذا الإمام الغزالي يرى بأنه من قال بأن كل مجتهد مصيب
قال إذن مسألة، قال مسألة التعارض. وأما من قال بأنه لا يتعدد الحق فقال بمسألة التعارض. إذن مسألة التعارض مخرجة على مسألة الحق متعدد أم الحق واحد، فإن كان متعدد فقال لا تعارض، وإن كان الحق واحد إذن لابد أن يقول بمسألة التعارض، فيطرح أحد الأمارتين. واختار الإمام أن تعادل الأمارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد. يعني أنا عندي، هو يقول إذا كان عندنا حكم واحد، حكم واحد له دليلان، له أمارتان، أو أمارة لها حكمان مثلا في هذا الباب، يعني كأن يقول بأنه حكم واحد إذا تأملت، حكم واحد وجوب استقبال القبلة لقول المسلم إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، أو قال توضأ كما أمرك الله، أو قال توضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة. وفي قول الله جل في علاه فولوا وجوهكم شطرة، فهنا يجب التوجه إلى القبلة. وعندي في الاجتهاد اتجاهان، أو قل أكثر من اتجاه، زيد اجتهد فقال القبلة ناحية اليمين، عمرو اجتهد فقال القبلة في ناحية اليسار، يبقى عندي حكم له أمارتان، له أمارتان. طيب، فإن كان حكم واحد كوجوب الاستقبال وله أمارتان جاز فيه التعارض، جاز فيه ذلك ويكون فيه التعادل. يبقى إذن تتعادل الأمارتان لحكم واحد كوجوب استقبال القبلة، جاز أن نقول زيد صلى صلاة صحيحة، عمرو صلى صلاة صحيحة. طبعا هذه لو نظرنا ودققنا النظر فيها نرى أنه إيه؟ أنها ليست في النزاع، ليست في النزاع، لأن مثلا بيّن ذلك، قال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم، فمن أوتي آلة الاجتهاد فإننا نقول له اجتهد، فقد اجتهد زيد وقال القبلة على اليمين، واجتهد عم قال القبلة على اليسار، كل له الأجر في ذلك، كل له الأجر. والراجح، مع أن الخلاف الفقهي قائم في هذا الباب تفريعا على هذه المسألة، خلاف الفقهي فأنهما لو خرج ثم تأكد من موضع القبلة فكانت مع زيد أو مع عمرو، بأن ما صلاه عمرو، لو كانت مع عمرو زيد ليس واجبا عليه الإعادة، لأنه أدى ما عليه واتقوا الله ما استطعتم، وليس هذا فيه دلالة على إصابة عمرو، بل هو أخطأ. فيبقى إذن هذه ليست في النزاع، يقول الآن هو الباب أن الشرع فتح له واتقوا الله ما استطعتم، فكان الاجتهاد ولا يدل على أن الاتجاهين صحيح، لا، نقول أن الاتجاهين يجزئ لكل واحد ما صلى به، فليس في النزاع، لأن كل واحد صلى إلى اتجاه باجتهاد أجزأه ذلك، فرق أن يجزئه وفرق أن يكون قد أصاب الحق أو أصاب الصحيح في ذلك. الذين قالوا بمنع التعادل في الأمرتين مطلقا لا تعادل، لا تعارض، لنقول لا تعارض، وهذا كما قلت أنه كلام الكرخي والإمام أحمد، وهو كلام الشافعي في الرسالة، وكلام جماهير الأصوليين قالوا بمنع التعارض. قالوا يعني استدلوا على ذلك بأدلة نظرية، بتعليلات نظرية، يعني تعليل لا دليل، استدلوا على ذلك. طبعا هنا لابد أن أقول بأني قبل أن أقول التعليل، أنا عندنا دليل وهو قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. فلذلك نقول هذا الأصل في هذا الباب. وهم يعللون أيضا بأنه التقسيم على ثلاث، لو وقع فإما أن يعمل بهما، يعني لو وقع التعادل، يعني لو وقع التعارض، فإما أن يعمل بهما بالأمارتين بالحكمين بالدليلين، فإما أن يعمل بهما وهو جمع بين المتناقضين بين المتنافيين، وهذا مرفوض. بعد المقدمة الأولى أنه لو قلنا وقع التعارض، إذن إما أن يعمل، لا يخلو من أمور ثلاث، الأمر الأول أن يعمل بهما على التعارض وهو جمع بين المتنافيين، أو لا يعمل بهما، يعني القسمة لا تخلو من ثلاث، إما أن يعمل بهما، يعني إحنا نضرب المثل لأننا عارف الرؤوس الآن ضربت،
النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يتوضأ فلم يكتمل الوضوء فتيمم فضرب على الحائط وتيمم. جيد، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ايش؟ بين التيمم والوضوء مع وجود الماء. احنا عندنا آية تمنع وعندنا فعل اهو ممكن يجوز. الآية تقول فإن لم تردوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صحيح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الحائط وتيمم وقال كره ورد السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. طب هنا عندنا هنا الأمرتان الآن، جيد. فنقول لو قلنا بالتعادل بينهما فالذين يمنعون يقولون لا تعارض، الذين يمنعون بالتعارض يقولون الآن لو قلنا بما تقولون إذن أن يعمل بهما، أن يجمع بين تيمم وإيش ووضوء كما فعل مسلم، وهذا ما يصح لأنه يمتنع هذا مع ذاك، تعارض هنا الآن، لأنه لا يمكن التيمم مع الوضوء. أنا أضرب مثلا حتى أقرب لطلبة العلم، أو يتركهما معا الماء والتيمم. لكن صراحة المثل يرد عليه ما يرد لأنه يلزمه التعامل بالماء، لكني أضربه لأقرب المسافة فقط. أو ممكن نفعل ذلك على مسألة الأختين الملك اليمين، إما أن نقول أنه يعني إذا قلنا بأنه يعني إما أن يعمل بهما يبقى يعمل بالدليلين، الآية التي حرمت والآية التي أحلت، يبقى هو يقولون إما أن يعمل بهما فيكون قد جمع بين المتنافيين، أو لا يعمل بواحد منهما فيكون هنا لو لم يعمل بواحد معنى أن هو يعمل بهما هي حل وحرام، مفهوم؟ يعني يقترب حل ويبتعد لأنها حرام، حل وحرام فلا يجمع بين المتنافيين بحال من الأحوال، أو لا يعمل بهما يبقى تساقط عنده هذا ولا يعمل بهما، معنى أنه لا يعمل بهما يبقى كأن الوضع هنا كان عبثا وكلام الله لا يلغى بحال من الأحوال ولا يكون عبثا بحال من الأحوال، تعالى الله علوا كبيرا على ذلك. أو يعمل بأحدهما وعلى التعيين يكون هذا اختيار تشهي، اختيار تشهي. أنا نسيت مسألة كان لابد أن أنا أبينها، لازم أرجع عليها، انتبهوا لي سامحوني في المسألة الأولى في كلام الغزالي، لأن كلام الغزالي هنا الذي نراه على الساحة الآن لما يخرج فقيه أو يسمى بفقيه العصر أو غير ذلك فيعرض شذوذات المذاهب، هو بيعرض شذوذات المذاهب، لكن يظهر نقول بإحسان الظن عرض المذاهب فيترك المذاهب هكذا وفي التعارض. يعني قلنا الخمر مثلا قال الجمهور في النبيذ أنها حرام وقال الأحناف أنها حلال، أهو الجمع بين النقيدين هو الآن، الأمارتان متعارضان أو التعادل بين الأمارتين هنا الآن. لو قلنا بأن كل مجتهد مصيب يبقى إذن التشهي موجود هنا لا، صحيح ولا لا؟ ولا تحجير على أحد يختار أنه يشرب الخمر في هذا الباب، فهذه مسألة رهيبة لازم طلبة العلم يتفقهوا في هذه المسألة، مسألة القول بأن كل مجتهد مصيب هذه تهدم الدين، وممكن تصل الإنسان في التشاهي للتزندق لأنه سيبحث عن كل مذهب من المذاهب يحل له ما يشتهي فيأخذ به وينتقل بين المذاهب ويتزندق بذلك. هذه مسألة أردت الإشارة إليها. فإذا نقول ما دليل من قال بمنع التعادل أنه يقول هو لا يخلو من أمور ثلاث، أن يعمل بهما، والعمل بهما جمع بين النقيدين وهذا عقلا مرفوض لا يمكن. طيب ألا يعمل بهما، ألا يعمل بهما لازمه أنه قد أتت أدلة على يعني تكون عبثا، حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا، أو يعمل بأحدهما على التعيين يبقى إذن كانت المسألة على التشاهي، لأن تحجير هذا هو الآن، فصارت المسألة على التشاهي. هذا الذي لابد أن نبين هذا المسألة. يبقى إذن نقول بأن الذين قالوا بالمنع استدلوا على ذلك بالتعليل بالأدلة العقلية، والذين قالوا بالجواز، الذين قالوا بجواز تعادل الأمرين في نفس الأمر يعني في ذهن المجتهد يعني هم قالوا بأنه لو امتنع لم يكن امتناعه لذاته إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال أو لدليل والأصل عدمه. هو الحق بأنهم قالوا بأن الجواز على أنها في نفس المجتهد في ظن المجتهد ليس واقعا فيكون التعارض في الظاهر في ظن المجتهد، ولو نظرنا إليها بذلك وجمعنا بين القولين
يتلخص لنا بأن التعارض لا يمكن أن يكون واقع في الأمرتين، في الواقع أنه لا يمكن أن يكون، وإن كان في ظن المجتهد كما قلنا في أول الأمر فهذا واسع وهو صحيح أنه في ظن المجتهد أو في ظاهر اجتهاد أو في نفس المجتهد. بعض الأمثلة على هذه المسألة العظيمة التي يمكن أن نقول بأنها مسألة قوية هي مسألة التعادل بين الأمرتين، يعني إذا قلنا بها كملك اليمين بين الأختين وهذا عرضناه وبيناه، أيضا من ذلك الكلام على مسألة سؤر الحمار، فالأحناف توقف في مسألة سؤر الحمار لتعرض الأدلة عنده، فهو قال إذن نتوقف عن الترجيح بين الدليلين وقال بالتعارض، وهنا الأحناف إذن في هذا الباب قال بالتعارض مع أن الكرخي منع ذلك وتوقف في سؤر الحمار. وأما في زكاة الخيل رجع فقال بالتخيير. إذن هذا الدليل الذي قاله الأولون من المنع قالوا ولو قلنا بالتخيير إذن جعلناها بالتشهي، يعني عندنا أمثلة أكثر من ذلك في مسألة التعارض، تعارض الأمرتين، والكلام على وجود ذلك مع تصرف العلماء في مسألة الجمع والترجيح، وهذه تأتي إن شاء الله في المسألة الثانية وهي مسألة تعارض الأدلة مع الجمع أو الترجيح أو الكلام على النسخ. لو ضربنا أمثلة في هذا الباب نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح البخاري، وهذه سأقول بين الأحد بين الظنين أن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة محرما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهنا ابن عباس يقول نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حراما، فتعارضه الآن بين الأمارتين، الحكم هنا جائز وغير جائز. الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، والدليل فانه نكح ميمونة محرما فيها ما فيها من التعارض، لذلك العلماء يقولون هذا ليس واقع، هذا الحق انه ليس واقعا والتعارض غير موجود، وهذا التعارض في ذهن المجتهد، حتى في ذهن المجتهد اذا قال التعارض في ذهنه ويريد الجمع لا يستطيع الجمع بينهما، لانه اما ان يكون جائز في هذا يستدل به على أنه ليس واقعا بحال من الأحوال كما سنبين، إما أن نقول بأنه جائز وإما أن نقول بأنه غير جائز، ما في جمع، أين الجمع بينهما؟ لا يمكن أن يكون في جمع بينهما، تزوجها حراما منع الزواج حراما، فأين الجمع؟ لو أحد عنده جمع يأتينا بالجمع، ما في بحال من الأحوال، فهذا يؤكد ويعضد قول من قال بأنه ليس واقعا، لا يقع، ليس واقعا، لكننا نقول بأن هذه المسألة مسألة لابد أن نطرح أحد الدليلين حتى نبين أنه ليس في الواقع التعارض أو التعادل ليس في الواقع، ولذلك كما قلت أكد على ذلك الإمام أحمد، أكد على ذلك الإمام الشافعي، وهو قول جماهير الأصوليين دون الفقهاء، لأن كثير من الفقهاء قالوا يقع، فالصحيح الرجح أنه لا يقع، لا سيما وأن المسألة لما حققنا النظر فيها فوجدنا أنها ليست واقعة، فالوهم أدرك ابن عباس الوهم، وهذا الذي قاله سعيد بن المسيب وإن كان في الصحيح، الوهم أدرك ابن عباس. لو دققت النظر في هذه المسألة ستجد بأن ميمونة هي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ما قالت حراما، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، وأيضا الوكيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان الوسيط بين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها وبين النبي هو من؟ أبو رافع، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر، أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، فلذلك قلنا إذا التعارض هنا ليس بواقع، هذا خطأ بين من يقول بذلك. لذلك الأحناف لما تمسكوا بهذه المسألة وقالوا الحديث في الصحيحين قلنا التعارض غير موجود، والكرخي منع التعارض ليس بواقع، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما منع لا ينكح المحرم قلنا هو الأصل، والكلام الذي جاء عن ابن عباس وهم من ابن عباس، الكلام الذي جاء عن ابن عباس وهم من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فيكون الراجح في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وهذا الذي لابد أن نقول به أنه تزوج
ميمونة حلالا. هم أيضا يضربون على ذلك أمثلة ممن قال طبعا ممن قال بمسألة الحكم الواحد مع وجود مع التعادل بين الأمرتين. يعني يقولون في الزكاة، لو ضربنا مثلا بذلك الزكاة، من ملك 200 من الإبل مثلا، هي كم النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 بنت لبون، صحيح، وفي كل 50 حقة. فمن ملك 200 من الإبل، ملك 200 من الإبل، فقد ملك 54، صحيح، ملك 54 وخمس أربعينات. متصورين معي؟ صحيح. الآن نقول بأنه رجل عنده إبل، تعلمون أن الإبل فيها الزكاة، بهيمة الأنعام فيها الزكاة، وشرط أن تكون في السائمة كما قال سلم، وفي الغنم زكاة، وفي الرواية الأخرى في التقييد قال وفي الغنم السائمة زكاة. فمن ملك من الإبل من ملك 40 من الإبل فعليه بنت لبون، ومن ملك 50 فعليه حق تروقة الجمل، صحيح. فالذي ملك 200 فقد ملك 54، يعني 4 إيه؟ حقاق. في كل 50 حقة ملك 54، يبقى عليه 4 حقاق أو 45، أو 45، صحيح، يبقى عليه 5 بنت لبون. فيقولون هو الآن هذا، وهذا كما قلنا التمثيل به ليس في النزاع، التمثيل به ليس في النزاع، لأنه لا تعارض. هو يقولون التعارض هنا هو عليه 4 حقاق أم 5 بنت لبون، ما هو الآن. فنقول هذا مثله بالضبط مثل الوتر، أنه يجوز أن يصلي 3 أو 5 أو 7 أو 9، وهذا لا تعارض فيه، الشرع جاء به. فلذلك هم يمثلون بهذا الباب. والحق أن هذا التمثيل كما قلنا لا ينزل فيه مسألة النزاع. وتفضل وممكن أن نمثل نحن في هذه المسألة، مسألة التعارض أيضا، بقول النبي، بقول الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. وقول الله جل في علاه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فجعل العدة هنا بوضع الحمل، وجعل العدة هنا 4 أشهر وعشر. طبعا أصلا العلماء في هذا الباب ينظرون إلى الجمع، وهذا سيأتي تفصيله بمسألة التعارف الأدلة مع الجمع أو الكلام على النسخ. لكن نبين أصالة على أنه قد يكون الحكم وفيها أمرتان. وهذا الذي قال به ابن عباس، يعني لو مثلوا بهذا لكان أولى في هذا الباب، أنه يكون الحكم واحد وتتعارض الإيش الأمرات، كما قلنا وجوب صلاة، وجوب استقبال القبلة، وزيد باجتهادي كان يمينا أو عمرو كان يسارا. هنا الآن الحكم واحد، وهو وجوب العدة، صحيح، وجوب العدة، الحكم واحد، وجوب العدة. فإذا قلنا الحكم واحد وهو وجوب العدة، وجاءنا الدليل قال: والذين يتربصن بأنفسهن أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشر، فكان الأمر الأولى 4 أشهر وعشر، والثانية قال: وأولاة الأحمال أجلهن ها أن يضعن حملهن. فيأتي ابن عباس ويقول أبعد الأجلين في هذا الباب، فينظر الأمرتين بعين أخرى. فهذه بعض الأمثلة يمكن أن نمثل بها في هذا الباب. قال: فلو حكم، يعني ولو حكم القاضي، فلو حكم أي إذا اختار القاضي إحدى الأمرتين وحكم بها لم يكن له أن يحكم بالأخرى. يعني لو اجتهد، وحتى لو عمل، العلماء يقولون لو حكم بأمارة بدليل وهو في نفسه يعمل بخلاف بالآخر لا يظهر ذلك، بل يمتنع أن يعمل حتى لا تكون التهمة، حتى لا تكون التهمة. وقد استدل على أنه لو حكم بالأولى لا يحكم بالثانية بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لا تقضي في شيء واحد بحكمين مختلفين، لا تقضي بشيء واحد بحكمين مختلفين. وهذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لا أصل له،
لذلك الإمام الذهبي قال لا أعرفه لا أعرفه، وإلا فهذا لا يصح، ولا يكاد المجتهد يحيط علما بتعادل الأمارتين في نفس الأمر، ويخير المسافر في الركعتين وكونهما مع جواز تركهما يقعان على الوجه على وجه الوجوب. هنا التمثيل في المسافر، المسافر وضع الله عنه الصلاة الرباعية، وضع عنه شطر الصلاة، وضع عنه الصوم، كما ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام أو هذا المثل يناسب عند الجمهور عند من لم يقل بوجوب القصر، فهذا يعني يمكن أن نمثل به عند من يقول بجواز القصر، بجواز القصر، وأنه إذا كان مسافرا فله أن يتم وله أن يقصر، له أن يتم وله وله أن يقصر. فيقولون أيضا هذا الحكم هو الآن له له أمارتان في هذا الباب، فمن يوجب القصر لا يجوز فعله، لا يقول بالأمارتين هو الآن، يقول واجب عليه أن يصلي ركعتين، فمن صلى أربعة أخطأ وأثم وواجب عليه أن يعيد الصلاة فيصليها ركعتين، ومن قال بالتلويز قال إذن يفعل بالأمارتين، يصلي ركعتين أو يصلي أربعة، يعني له أن يتم وله أن يصلي أربعة. ثم قال المصنف مسألة: إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد يدل على توقفه، ويحتمل أن يكون احتمالين أو مذهبين، وإن نقل في مجلسين وعلم المتأخر فهو مذهبه، وإلا حكى القولان، بمعنى كمثلا الشافعي له قول قديم وقول إيش جديد، فالأخذ أصالة بالقول الجديد، مذهبه هو القول الجديد، ده الأصل، ده التأصيل العام، أن مذهبه هو القول الجديد. هذه مسألة إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نجلي غوامضها في الدرس القادم، حتى يعني لا نأخذ حق الإخوة في المسجد. بقي لي أن أزيد في الكلام على هذا الحديث: لا تقضي في شيء واحد بحكمين. هذا الحديث يعني رواه الدارقطني ورواه النسائي أيضا: لا يقضين أحد في قضاء بقضائين مختلفين، ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان، في كتاب أداب القضاء، وليس عن أبي بكر بل هو عن أبي بكر، ليس عن أبي بكر وهو عن أبي بكر، والحديث لا يصح، الحديث لا يصح، لا أصل له، وقد ورد عن عمر خلاف ذلك، عمر بن الخطاب خالف في المسألة بحكمين، ولما رجع عن ذلك ماذا قال؟ قال هذا على ما قضي وهذا على ما نقضي. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة جدا في باب المجتهد القاضي، إذا قضى باجتهاده، إنه لا 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 الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، هذه قاعدة مهمة جدا أيضا تفيد طلبة العلم، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. إن شاء الله الدرس القادم نضرب الأمثلة الكثيرة.